من يومين بالضبط قاعد نسمع في اليوتيوب، نتفرج في فيديو كليب جديد، فيديو كليب جزائري، مطرب جزائري معروف، ونشوف في الـ نفس الكادرات اللي واخدهم، نفس الكادرات ونفس الفكرة ونفس الأفكار ونفس الشيء اللي في الكليب تاع توها، الكليب تاعي تاع توها اللي أصدرته عنده 4 أشهر، عنده 4 أشهر من اللي أصدرته. يعني والله عيب، عيب كبير. يعني كليب عنده 4 أشهر قاعدين تسرقوا في أفكاره، لما اللي صايين انتم ما عندكمش أفكار. هاي دركا احنا انتم غير قاعدين، الناس تستناو في الناس تخرج أعمال باش انتم تبداو تقلدوا عليهم. يا اخي خدم مخك انت، كي تقول مخرج وتقول انا مخرج نمبر وان في الجزائر، انا مخرج نمبر وان، لاني انا ما نعرفوش، بس كي سالت عليه بعض الاصدقاء وبعض الفنانين قلت لهم شكون هذا الانسان اللي اخرج الفيديو كليب هذا، قالوا لي هذا مخرج مغرور خارج جديد، ان بوتي جامان. الوغ الى كومونسي ادير انا وانا 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 نمبر وان في الجزائر، لانه اخرج 3 ولا 4 كليبات وعنده ماتريال مليح، عنده كاميرات مليح. لاني انا لما اتصلت بالمخرج تاعي احمد نور مشكور، اتصلت به وحكيت له الحكايه وبعثت له الكليبات، وانا دخلت عملت عليه بحث، شفت الكليبات اللي خدمهم هما، الكليبات اللي خدمهم. قال لي احمد نور الكاميرا اللي صور بها كاميرا من اعلى طراز كاميرا، لكنه ما عرفش كيفاه يتوليزيهم. وحتى في الفيديو كليب تاعو هذا اللي عمله هذا، من المفروض الاغنيه اغنيه دراما ما يكونش فيها الاضاءه سخنه، الاضاءه ما تكونش قويه، الاضاءه لازم تكون خافته. يعني حتى اللي هو خدا الكادرات وخدا الدنيا، بس ما عرفش كيفاه يضبط الاضاءه تاعو. اون سون فو، هذا كل ما يهمناش، هذه حياته وهو يخدم الشغل اللي حبه. جيت نشوف الكليب، انا متعارك مع البنت في اغنيه توها، والحياه فضت ما بيني وبينها. هو عمل نفس الشيء في الكليب، المطرب متعارك مع الزوجه تاعو، والحياه فضت ما بيناتهم. ومن بعد الزوجه تاخذ الشنطه، تاخذ لافاليز وتجي خارجه، نفس الشيء اللي عملته انا في كليب توها، تاخذ لافاليز وتجي خارجه. وبعدين حتى نفس النظره والخزره، انه المطرب قعد يخزر للحبيبه تاعو، يخزر لها من فوق البالكون، يعني من فوق الواحد ليتاج، من فوق ليتاج، وانا كنت من فوق ليتاج نخزر لها وهي خارجه، نفس الشيء. وبعدين في الشوميني، حط شوميني المدخنه كما نقولوا، انا نهضر شويه بالعربيه باش يفهمونا الاخوه العرب، لان في احبابي من مصر اللي نوجه لهم تحيه كبيره قاعدين يتابعوا فينا، وحبابي من لبنان، من الكويت، من قطر، احبابي من الدول العربيه. الحمد لله يا ربي بدات تتوسع القاعده الجماهيريه، الحمد لله، هذا فضل من عند الله. بدا قلت لك المدخنه، عمل المدخنه ومن بعد ورى النار، ومن بعد وراهم قاعدين على الارض زي احنا ما قاعدين على الارض. لكن يا حبيبي شوف الغلطات اللي انت تعملها، كيفاه انت توري. وبعدين ورى الدار، الفيلا اللي صور فيها من برا، والسياره نفس اللون، لون اسود، سيارة لونها أسود زي السيارة اللي استعملناها احنا، والسيارة ماشية ما بين الأشجار، ونفس الشيء عملوا. وبعد يوري البيت من برا زي ما عملنا احنا في كليبتوها. لكن انت مخرج ما عنده حتى خبرة، وما عنده حتى احترافية، وقاعد يقلد تقليد أعمى. كيفاه انت توري ان شالي، تصور دون ان شالي، ان شالي تصور، يعني الشالي هو عباره عن فيلا ارضيه قديمه تاع زمان، ارضيه. وبعدين في توري في الكليب تاعك توري انه المطرب قاعد يبص من فوق من ليتاج،
كيفاه الشالي ما فيهش ايطاج، فيه غير تحت، والداخلي التصوير تاعك الداخلي توري باللي راهو المخرج باللي راهو الفنان يطل من الايطاج، تلمو هنا تشي بات ما عندك حتى علاقه بالاخراج. لازم كي تخرج كي تعمل عمل وتعمل اخراج، اخراج لازم يكون كلش متناسق. عملتي في فيلا، لازم فيلا تكون فيها دوزيتاج باش توري انه الفنان قاعد يطل من فوق من الايطاج، مش انت تعمل فيلا خارجيا فيها ايطاج واحد ان ريت شوسي فيها طابق واحد وداخليا يطل من الطابق الثاني، سي با نورمال سا. يعني باينه هنا تقليد اعمى، يعني حتى كي قاعد تقلد مش قاعد تقلد قد قد. احنا حتى كي جبنا فيلا في مصر، لما جبنا فيلا صورنا فيها، احنا جبنا فيلا فيها دوز فيها فيها ريتشوسي بروميير ايتاج، فيها الطابق الاول، وانا كي نطل على البنت نطل من فوق من الايتاج، يعني باين فيلا. وانت جايب فيلا ان شالي ومن الداخل لوكس، عمره الشالي ما يكون لوكس، عمره ما يكون لوكس. انت حاب تستخدم فيلا لكسيوز من الداخل وان شالي باين تاعي يعقبوا فيه لي فاكونس الناس. كن منطقي حتى في الكليبات، كن منطقي، ما تقلدش تقليد اعمى وما عنده حتى معنى. تقليد اعمى وما عنده حتى معنى. والله عم بالك حرقت لي دمي، جيتي تري زينيرفي البارح، تقلقت ما نكذبش عليك، على خاطر ناس انا نشوفهم ناس تافهين ما عندهم حتى علاقه بالفن. هذا مش فن، هذا عندك افكار، انت تقول مبدع ومخرج وحاب تنجح يعني في كليباتك وتنافس المخرجين العرب، حاب تنافس مخرجين العرب، لازم تكون في المستوى ولازم تقدم حاجه ديفيرونت، ما تخدمتش خلاه، ولازم تقدم حاجه في المستوى، ولازم تخدم بتقنيات السينما المعروف بها، ولازم تخدم حتى المونتاج تاعك، المونتاج لازم يكون متناسق والاحداث تكون متناسقه. وكي تستخدم حاجه لازم تستخدم حاجه اللي باينه، مش الناس تخزر لك انت في فيلا ريتشوسي ومن بعد في الداخلي تعمل الفيلا فيها ايتاج، مش تصور انت البرا دون ان شالي اللي يعقبوا فيه الناس لي فاكونس وتنعتوا لوكس لوكسيو. كيفاه انت دار لوكسيوز كيما كاك وفيها كلش بالزجاج وكلش مخدوم لوكس وفيها شيميني؟ سا نا جامي اكزيستي، سا مش منطقي، حتى الكليب تاعك مش منطقي، فهمت؟ مع احترامي للفنان اللي كان يغني، لانه هو خاطئ الفنان، يعني ما عنده حتى علاقه بالشيء هذا، لان المخرج هو المسؤول. انا مش نهاجم في الفنان وما بقيتش نهاجم الفنانين، على خاطر انا فنان كيفهم ونعرف انهم ما عندهم حتى علاقه، وانه حتى كي واحد يجيب لهم عمل وممكن ما يتولهوش هما ولا حاجه، ياخذوا العمل هذاك يعطيو ثقه في المخرج ولا يعطيو ثقه في الملحن، ومن بعد هما يلعبوا بهم، فهمتي؟ فوالا هذه اللي حبيت نقولها انا. يعني والله عيب كبير، عيب كبير، عيب كبير. حتى شوف قاعد تتعلم، اتعلم، اسكت، ما تقولش انا نمبر وان، انا الاول في الاخراج في الجزائر، انا المخرج الكبير في الجزائر. واش من مخرج كبير؟ واش من نمبر وان في مهنة؟ نمبر وان خدمت خمسة كليبات خدمتهم، تقول انا نمبر وان؟ ها احمد نور عامل اكثر من 2000 كليب، وعمره ما قال انا نمبر وان. وحتى كي اشتغلت معاه في مصر، انسان متواضع وانسان في قمه الواحد، ويتعامل مع الفنانين وعمره ومبدع ويفكر ويقعد الكليب. انا كي نمدوا الاغنيه يقعد 3 شهور 4 شهور 5 شهور، وهو يحوس على الفكره ويبدل ويدير. وساعات في كي نجيو باش نصوروا تلقاه التم سيغ بلاس، يزيد يبدل في الافكار، ويعمل لك كلش في الاول، ويشوف منه، يشوف واش كاين واش ما كاينش، ويدير افكار من عنده، من راسه ما يقلدش. عاديك نجحوا هما، انت تحب تقلد المخرجين العرب، ها تحب تنافسهم، ها ما تنافسهمش بالتقليد الاعمى، فهمت؟ وتكنيكمون وتخدم بتقنيات فابل،
مش تاع مخرج محترف، ما عندك حتى علاقه بالاحتراف. الاضاءه ما عندهاش، مشي في بلاصتها، والديكور مشوا في بلاصته، والادوات اللي استعملتها مشي في بلاصتها، فهمت؟ وقاعد تقلد في تقليد اعمى وتقول انا نمبر وان، يا نمبر وان. يا نمبر وان، يا نمبر وان، والله عم بالك ما لقينا لكمش حل، والله ما لقينا لك بحل، فهمت؟ واحد يسرق الموسيقى، واحد يسرق الصور، واحد يسرق الكليبات، العبد حرمته علينا نخدمه، حرمته علينا، ولا العبد كي يخدم خدمه يعود خايف، ما يحبش يوراها ويسمعها، ولازمو خرجت للجمهور. تصور انت الاعمال دي ما خرجتش للجمهور، تصور ما عملتش، واش راح يكون الموقف؟ واش راح تكون موقفي انا؟ انت معلم ومنك نتعلم، صح؟ والله شوف، انا يسعدني ان الناس تاخذ من عندي، ما عنديش مشكله، بس على الاقل نحيو الغرور، ما تقولش انا وانا وانا، وانت تجي تدي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. الحمد لله يا ربي، انا خرجت العمل قبل ما نخرجوا، قبل ما نخرجوا نشوف اغوشيا دغوات ونشوف منه، ولازم حاجه ما تشبه حتى شيء، والحمد لله يخرج عمل مميز وينجح يعني مع الجمهور، ويبدا يمشي في الطريقه، تعرف يعني، يعني الفن ما تنجمش تحكم له، قادر اغنيه تضرب تكسر الدنيا، وقادر اغنيه مليحه وبصح تمشي بشويه، بصح في يجي نهار وتاخذ حظها، لاني كاين في اغاني قعدوا 50 سنه، بعد 50 سنه نجحوا، كما علي قرا، كما اغاني كثيره نجحوا، يعني الغناء ما تنجمش تحكم فيه، ما تنجمش تقول هذه الاغنيه وهذه وهذه وهذه. فوالا، دونك هضرنا على هذه السرقات، انا بالعكس انا نعتبر هذا دفع ليا، دفع كبير ليا باش نعمل اكثر، والعمل كل ما يكونش ناجح والعمل كل ما يكونش مليح ما يسرقوهش الناس، فهمت؟ ما يسرقوش الافكار، ما يسرقوش الافكار. الحمد لله لقيت دعم كبير من المصريين، اصحابي احبابي والناس الفنانين تاع الصح اللي وقفوا معايا وما نحازوش للفنانين تاع مصر ولا للملحن المصري، مشاو مع الحق قد مشاو مع الحق ووقفوا معايا الحمد لله. وفي اعمال كثيره، بصح انا دركا جي دي سي دي باش نعمل في كل اعمالي، نعمل كما يقولوا الاعجاز، راح نعمل الاعجاز. انا عندي عمل جديد حضرته وجدته لحنيا وموسيقيا، موسيقى وحتى التصوير، راح نعمل فيه اشياء اللي من المستحيل انهم يقلدوها، وراح تكون مفاجاه كبيره. عندي اغنيه دخلت فيها اربع طبوع، دخلت فيها الطابع المصري الشرقي، طبع الشرقي، طبع الجزائري، والطبع التونسي، والطبع الفرنسي، ودي مسجلة وإن شاء الله هذه باش تخرج عن قريب، وهذه راح نصورها. التصوير يعني امبوسيبل في حتى في أي مكان، امبوسيبل راح يعمل بالتقنيات هذه، لأني أنا اتفقت مع المخرج ان نغيروا التقنيات، راح نغيروا التقنيات وراح نعملوا تقنيات حديثه ومتقدمه جدا، تقنيات كبيره لي قليل، ما نقولكش واحد ما خدم بها، بس قليل اللي خدموا بها، يعني هذه التقنيات تشوفها غير في العالم الغربي، في العالم الغربي. وانا بما اني عايش هنا في فرنسا، عايش في فرنسا، ويعني جو بو مو ديبلاسي، نجم نسافر ويعني لأي دولة أوروبية ولا أمريكية نسافر، يعني ما عندي حتى مشكل من هنا ورايح. المخرجين إن شاء الله راح يجيوني هنا لأوروبا، وراح نخدموا بتقنيات حديثة متقدمة، ونشوفوا يا نمبر وان إذا تقدر تقلد التقنيات اللي راح نخدموا بها جديدة هذه. لكن لا قدرت تقلدها، أنا شتتيخ شابو، نقول لك هاو حقك، انت نمبر وان تاع الصح، فهمتي؟ بس انت صح، انت نمبر وان في السرقه، نمبر وان في الاخراج،
الضعيف اللي ما عنده حتى علاقة، نمبر وان في الماتريال اللي عندك دو كاليتي وما عرفتش تيتيليزيه، هذه نمبر وان. انت في هذه نمبر وان، صح؟ ما كذبتيش كي قلتي نمبر وان، ولا ما كذبتش؟ انت نمبر وان.